موضوع الكوميونيكيشن، شو أخذتوا بيها؟ عندكم موجات بالكوميونيكيشن العام، موجات الـ AM FM، شلون كانت الدالة مالتهم إذا تبون ترسلوها؟ Y تساوي X أو A كوساين A فاي بعد ساين أوميجا زائد دالة ثانية، مو الشكل أخذناها؟ قبلها شو أخذتوا؟ أخذتوا موجات ساين كوساين، قبلها شو أخذتوا؟ أخذتوا موجة الساين مثلا، إذا أردتوا ترسلوها شو تسووا لها؟ عندي هذه موجة ساين أوميجا، خلينا نفترض أوميجا تي، هذا شنو؟ تايم، مو؟ هنا عندنا الفاليو، القيمة مالتها. إذا تردون ترسلون هاي الموجة، شو تسوون؟ ترسلوا لها هذه القيمة، شو أسميها؟ أنالوج، مو هيك كانت؟ بالإرسال، أرسل أنالوج لو لا؟ يعني عندي هذه الموجة أريد أرسلها، أرسلها هذه الحالة مالتها لو أغيرها لحالة ثانية؟ لا ما يصير لك شيء. شو اسوي لها؟ عافية، سويها بلصات، قطعها إلى سامبل، وانطيها موجة ثانية، فد ريفرنس ثاني، أقارن به مثلا 5 فولت، أغلب شيء أنتوا أخذتوها العام 5 فولت، قارنون وياها، إذا أقل من عتشق قيمته؟ صفر، أكثر؟ واحد. تستمر واحد، لأن هنا أكثر، هنا واحد، وهنا ترجع صفر، فواحد، واحد، صفر، شلون تحولت للموجة؟ زيرو، وين، 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 زيرو، هذا شو أسميها؟ سامبلينج ثيوري، نظرية التقسيم. هذه كلها بعدنا ميمن بالترانسميتر، بعدنا ما أرسلت الموجة، أخذت الموجة أنالوج حولتها بالسامبلينج ثيوري لمن؟ شنو هذه البلصات؟ ديجيتال. ليش خايفين من تحجون؟ معلوماتكم هاي كلها مراجعة ترى بعدنا، عندنا أنالوج حولتها إلى ديجيتال، هسه الموجة اللي عندي صارت 0 1 1 1 0، هذه شو اسوي لها؟ راح ارسلها عن طريق من الارسال يصير؟ عن طريق الشانل، مو هالشكل؟ جهاز الاتصالات اللي اخذتوه من ترانسميتر شانل وريسيفر، بهذا الجزء كان عندي الموجه انالوج حولتها إلى ديجيتال، بعدين أرسلتها. موجة أنالوج حولتها إلى ديجيتال، بعدين أسوي لها إرسال. بالإرسال عندي الموجة إيش كانت؟ مثلاً X كوساين، هذه قيمة معينة لها، كوساين في ساين. شنو فائدة هذا السامبلينج؟ زميلكم بالبداية أول ما بدينا نشرح قال أنالوج يصير أرسل بيها. يصير ارسل واستلمها بالرسيفر، صحيح يصير ارسل، بس شنو المساوئ مالتها؟ ديلي يكون عالي، يعني ياخذ فتره زمنيه اكثر. بعد النويز الموجوده بالشانل شو تسوي؟ راح تتلف هاي الموجه، خصوصا هذه الموجه هي عباره عن قيمه واحده، اذا تلف هذا الجزء من عندها معناتها الموجه كلها تلفت. بالديجيتال شو اسوي؟ عندي بلصات 0 1 1 1 0، اذا انتلف هذا الجزء، هذا الجزء يبقى محافظ على مقداره، لان كل جزء من عنده هو مفصول عن جزء قبله. هسه فهمنا ليش ما نرسل بالانالوج؟ اول شيء الديلي يكون عالي، ثاني شيء تاثير النويز يكون عالي. فانا حتى اتخلص من الديلي واتخلص من تاثير النويز ارسل بيمن بالديجيتال. هسه ارسالي بالديجيتال، طبعا هاي الموجه اي شخص عادي يعتبرها موجة عادية عبارة عن ساين او كوساين،
بس اللي يدرسوها واللي يسوي عملية الإرسال يعرف بين هذا الجزء هذا من موجة وهذا من موجة ثانية. شلون صارت؟ عندي كوساين فاي في ساين فاي، شلون تصير هذه الموجة؟ إذا عندك للساين مثلا 0 1 1 1 0 كوساين دخلها، خلينا نفترض بين 0 0 1 1 0 ذني، إذا تريد ترسلني راح أدخل موجة بموجة، فشو يصير؟ 0 0 حسب هذا وحدة بالثانية، بعد 1 0 1 1 1 1 0 0 مو هالشكل؟ هسه هذه من ترسها تصير 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0. هذه اللي ينظر لها يقول هذه موجة وحدة، بس هي بالحقيقة شنو؟ موجة تسوي لها تداخل بيناتهم حتى أقضي على الديلي اللي صار عندي، وبالتالي أسوي تخفيض للنويز عن طريق الموجة الحاملة اللي هي عندي موجة أساسية وموجة ثانية وهي حملت الموجة الأساسية. هذه كانت عملية الإرسال. عليكم السلام. لحد هنا كان دراستكم بالعام الماضي، حولتوها إلى ديجيتال. السنة ايش راح ناخذ إن شاء الله؟ عندكم هذه الزيرو، إذا أرسلها أستلمها زيرو، لو أستلمها واحد احنا مو قلنا أكو نويز بالشنو؟ راح أدرس هذا التغيير. هذه الزيرو أول بت من البيانات راح أرسله، أستلم زيرو إذا كان شنو؟ ideal channel matrix، أو أستلمه واحد إذا كان شكو، إذا كان نود. دراستنا علما راح تعتمد على هذا، إرسال البيانات استلامها إما زيرو أو واحد. أدرس شنو تأثير النويز عليها، وأدرس شنو القابليات حتى أقلل من تأثير النويز عليها. هذه الزيرو هي شنو؟ information، هو مو بت تايب، لا يحمل لي بيانات معينة. 0 1 أو 1 1 أو أي sampling trigger هو اسمه information theory، نظرية المعلومات. بالفصل الثاني إن شاء الله راح ناخذ الكودينج، الترميز أو التشفير لهذه المعلومات. بالكورس الأول راح ناخذ الانفورميشن theory، نظرية المعلومات، كل الحالات اللي يتم بها عملية إرسال البيانات. راح نبلش بالبداية عندي الزيرو، إذا أرسلته استلمت زيرو أو استلمت واحد. هذه الحالة دراسة الحالة الأيديا ودراسة حالة النويز، شو أسميها؟ أدرس احتماليات الإرسال واحتماليات الاستلام. يعني أنا أرسلت زيرو، أستلم زيرو لو أستلم واحد، أرسلت واحد أستلمه زيرو لو أستلمه واحد، بالعكس أرسلت زيرو أستلمه زيرو لو أستلمه واحد. هذه بياناتنا، يعني هي مو عشوائيا زيرو زيرو، هنا نرتبهن إذا تريد ترسلهن زيرو زيرو وين زيرو، كل واحد أخذ له حالات تستلمه زيرو لو تستلمه واحد. بالنسبة للحالة الثانية، عليكم السلام، تستلم زيرو لو تستلم واحد، كل الحالات راح ندرسها. فهذه عملية دراسة الحالات، استلام حالة الايديال واستلام حالة النويز، اسميها probability. شو اسمها؟ probability، الاحتماليات. هسه نرجع ناخذ أمثلة بسيطة على probability ومباشرة نبلش لكم بالأمثلة. البروبابيلتي حتى تدرسوها راح ناخذ أمثلة بسيطة من حياتنا اليومية. أول شيء كوين عملة نقدية، كلكم لا ما فيها مسوين بيه، أبسط شيء منخليها بيدك تبقى تلعب بيه كوين. بعد عندنا شنو؟ حجر النار.
تبدأ. كم اجي لي كوين؟ عندنا الكوين بيها اما تايل او هذا، يعني اما تي او اتش. اذا اريد ادرسها للكوين عندي وجهين، للدايل كم اجيب؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست أوجه. هسا بالنسبة لكوين عندي تايل وهذا، خلي حجر النار عليكم، راح ناخذ الكوين. إذا أريد أدرسها سويت لها توز وين تايم، شنو معنى؟ يعني رمي القادمة إن شاء الله إلا ربع بعد ما أدخل واحد اليوم لين أول يوم. عندنا الكوين إذا سويت لها تونسينج وان تايم، مرة واحدة سويت لها رمي، شنو الاحتماليات اللي أحصلها؟ شو أحصل؟ أما أحصل تي أو أحصل اتش، أما تايل أو هدا. زين إذا سويت لها تونسينج تو تايم شنو احتماليات؟ تو تيل تو هدر بعد شون؟ علي صوتك واحكي تي اتش عافية بعد اتش تي. اذا ما عرفتون اللي ساكتي معناتها ما عرفون شون صار. هذه للعملة النقدية الاولى، هذا العملة النقدية الثانية، معناتها حصلت التايل للأولى والتايل للثانية. هذه للعملة النقدية الأولى حصلت الفيس الهدر موجود للأعلى، وهنا للعملة النقدية الثانية حصلت الهدر، يعني اثنيناتهم انطني الوجه. بالحالة الثالثة إنه أحصل وحدة التايل والثانية تنطيني الهدر. بالحالة الأخيرة probability لهذه العمليات، أول شيء عندي خطوات أساسية، أول خطوة تحدد الإكسبريمنت، define the experiment، تحدد نوع التجربة. تجربة شنو؟ هذه العملية اللي سويتها للمن كوين، هذه تجربة الكوين، كم مرة سويت لها توسين، كم مرة سويت لها رمي، هذه تحدد نوع التجربة. يلا probability. هسه نجي الخطوات واحده. عندنا مثال اللي هو الكوين وين توست وين تايم، فايند probability. عندنا كوين سوينا لها رمية واحدة، اطلب من عندي البروبابيلتي شلون احلها؟ اول شيء لازم شو اسوي؟ على الخطوات طلاب تابعوني على الخطوات حتى تفهمون. اول شيء نحدد التجربة، شنو هي عندنا؟ توست الكوين، ما عندي غيرها. ثاني نقطة احدد السامبل سبيس، ارمز له رمز اس سامبل سبيس اس كابيتال يساوي قوس المجموعة، هاي ثابتة، سامبل سبيس اس
خلص المجموعة نكتب فضاء العمل عندي شنو الاحتماليات اللي أتوقعها لكوين كلها درجوها مو واحدة واحدة. بالنسبة لكوين عندي أما تيل أو هدر، عندي بعد وجه احتمال يطلع أكثر منه؟ لا. هسه حددت السامبل سبيس كل الأوجه اللي ممكن تطلع لي. سامبل سبيس يساوي قوس المجموع، مو تخلوني قوس عادي يختلف. حددت أما تيل أو هدر. طالب من عندي الإيفنت ثلاثة إيفنت، شلون أحددها؟ الإيفنت هنا ما خليت لها رمز، أنت حر بيها. الرموز من عندك بس شنو؟ كابتل لتر اي راح نطير يساوي اما تيل الايفنت معناتها اللي يطلع لي بس يعني الاوت كم فقط يعني مو كل الاوجه لا مثلا انت سويت رميه انت ببالك اكو احتمالات انه اما يطلع لي تايل او يطلع لي هدف لكن الوجه الحقيقي الفعلي اللي طلع بايدك هو اسميه الايفنت يعني وجه واحد. دائما الايفنت هو جزء من السامبل سبيس دائما مجموعه جزئيه من السامبل سبيس فاما يطلع لي تايل الوجه الفعلي او ايش يطلع لي الرمز الثاني ينطيبي تساوي لي هدر اما تايل او هدر. هسه اجي للاحتماليه شلون احسب اربعه وصلنا للجزء المهم اللي هو البروبابيلتي شلون احسبها البروبابيلتي بي اوف اي من تريده للايفنت هذه الايفنت تخليه هنا مثلا اي بي اوف قوسين عاديات للايفنت يساوي نمبر اوف ايفنت element على number of sample space element ما راح اخليها A زميلكم يقول ليش خليتها A ما خليتها B اقول الاحتمالية هذا قانون عام B of X قانون عام probability للX X اي دالة مجهولة خليها A B C اي رمز عندك يساوي number of event element number of event element على number of sample space element خلينا نبسطها اول شيء راح اخذ البروبابيلتي اوف A تساوي ايفنت element عندي للايفنت اما A او B راح اخذ الA احل تساوي عدد العناصر الموجوده بA هذه واحد على number of sample space element ايش قد اثنين ايش قد تساوي 0.5 واضحه شلون تسويها زين راح اخذ البروبابيلتي للبي تساوي عدد العناصر الموجوده ب واحد عدد العناصر الموجوده بالسامبل اثنين ايش قد 0.5 واحد شلون حسبتها هذه حساب البروبابيلتي بها خاصيه اذا جمعتها لازم شنو النتيجة؟ واحد. واحد. إذا طلعت أكثر من واحد معناته شكو؟ أكو خطأ بالحسب. البروبابيلتي. الجمع مالتها لازم تطلع لي واحد. خاصية ثانية للبروبابيلتي بي أوف إكس شو تكون؟ أكبر من الصفر، ماكو احتمالية تكون صفر، عدا مجموعة الفاي اللي هي نهائيا ما موجودة. وتكون أقل من أو تساوي واحد. أكثر من عنده ما تطلع، أقل من عنده ممكن. يعني ممكن بالشنوب عندي يصير نويز فتطلع لي probability قليلة. هذا المثال حساب التوسين للكوين 1 تايم. زين، إذا راح أسويه 2 تايم.
نفس المثال مالتنا راح اغيره 2 تايم. Find the probability. أول شيء شحدد. يلا. هاي النقاط عندكم بالبداية. أول شيء نحدد الإكسبريمنت. التجربة. شنو هي؟ كوين. عدد الرميات إيش قد؟ كم مرة سويتها توز؟ 2. متخربطون بيها. نقطة ثانية ايش احدد؟ سامبل سبيس اس يساوي قوس المجموعة. شنو الاحتماليات لما يصير عندي 2 تايم؟ تي تي بعد اتش اتش تي اتش اتش تي. تعرفوها شلون صارت؟ نقطة ثلاثة الايفنت. هنا الايفنت راح تتغير بالسؤال. الايفنت راح تتغير حسب السؤال. الحالة الأولى هسه راح أغير لكم السؤال. عندنا find the probability at this event. أول شيء for all events. نقطة ثانية at least get one هدف. على الأقل أحصل بجوة. نقطة ثلاثة at least two Taylor. نقطة أربعة at least one header and one tail. كم نقطة صارت بالسؤال؟ أربعة. بالبداية كان ممكن أغير بالنقاط. فعندي هسه الايفنت شلون احددها؟ الايفنت ارجع للسؤال ايش طالب من عندي؟ بالبداية اذا ما ذكرها مثل ما كان السؤال السابق هذه ما موجودة فتاخذوها كل الحالات الموجودة بالسامبل سبيس. مثل ما اخذنا الرمز اتش وحدها والرمز تي وحدها. زين اذا حددت لي بالسؤال لا ارجع لهنا للتحديد على اساسها راح يختلف الحل. اول شيء فور اول ايفنت كل. فعندي الايفنت راح اقسم الحل. الحالة الأولى إذا كانت all أقول الرمز A يساوي نفتح قوس أول شيء شنو عندي؟ تي تي سد القوس معناته هذا الحدث الأول. الحدث الثاني هذا الرمز B تساوي H H C تساوي T H وعدني آخر رمز D تساوي H T. إذا ما عرفت شو طلعوها رجعوا للسامبل سبيس تحددون هذا الرمز. الرمز الأول أنطي رمز A B C D أنطي تسمية حتى ميز. هذا شنو أحسب probability B of شنو A تساوي عدد العناصر الموجودة ب A على عدد عناصر sample space تساوي شقد؟ واحد على أربعة سنتو. B of B تساوي واحد على أربعة. probability لل C تساوي واحد على أربعة. وعندنا probability لل D واحد على أربعة. إذا نجمع حين لازم شو يطلع لي؟ واحد. ربع بربع. نص بنص. كمل واحد. حل صح. هذه الحالة الأولى.
ننتقل إلى من؟ النقطة الثانية. At least get one header. هذه عندما وصلت الرمز دي راح أرمز F. المن get one header. تكتبون جوا شنو معناتها. مو تخلون الرموز عشوائية وما تعرفون بعدين الحل اللي وصلت. Get one header. كوين واحد بس عدد الرميات ايش قد؟ لا هنا نعد ايش قد؟ اول رمي حصل في مرة واحد. اي. رمي ثاني صح. بس احنا شنو عندنا؟ بالرمية كل وجه كل كم وجه لكوين؟ اثنين. فأنا أخلي احتماليات إنه أول شيء يطلع لي هدف بالرمية الأولى، بالرمية الثانية يطلع لي هدف. هذا صارت ليه شنو؟ هدر هد. زين. وهو الرمية نفسها، الرمية الأولى أعتقد يطلع لي ثالث. نسويته مرة ثانية يطلع لي ثالث. حصلت. هو صحيح بي وجه واحد يطلع لي. بس أنا أخلي الاحتماليات. بعد عندي بالرمية الأولى طلع لي هدر. بالرمية الثانية هو نفس الكوين طلع لي ثالث. هاي هم نقطة الاحتمالية. بعد الحالة الأخيرة تصير بالعكس، بالرمية الأولى يعطيني ثالث، بالرمية الثانية يعطيني هدر. فهذه الاحتماليات أنا أدرسها من بعد. واضحة؟ تايل تايل هدر هدر تايل هدر هدر تايل. هسه عندي المطلب الثاني at least get one هدر. رجعوا للسامبل سبيس. إذا ما تعرفون شلون تطلعوها. نرجع للسامبل سبيس، شو أريد عندي؟ وين هدر؟ وين ما موجود رمز اتش؟ خلوه. فعندي هذا بي هدر لو لا؟ لا. هذا اتركه. هذا بي هدر؟ هذا اخذه، هذا وهذا. على الاقل اكو واحد ما حدد لي شيء. على الاقل موجود واحد. فعندي اثنين، اذا ثلاثه ما اخذه، اذا ثلاث رميات. اذا واحد هدر تايل، بالعكس تايل هدر، يقولون هذا الرمز تلفت معناه ما موجود. هو يريد اتش وحده، بغض النظر عن موقعها. ايه على الاقل. شو عندي؟ ارجع للسؤال ايش موجود بي؟ at least على الاقل at least get one header على الاقل تحصل وجه واحد على الاقل موجود. فعندي رمز اف المن ايفنت نفتح قوس شنو الاحتماليات؟ اتش اتش تي اتش اتش تي واضحة؟ زين راح نكمل هنا. هذه كان عندي الايفنت اف يساوي نفتح قوس اتش 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 تي تي اتش. راح احسب البروبابيلتي للالف يساوي عدد عناصر الموجودة هنا على عدد عناصر السامبل. ايش قد؟ واحد اثنين ثلاثة على اربعة. اربعة من جن؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. السامبل سبيس الاصل. اذا واحد ما يريد يحل بهذه الطريقة مع عدد عناصر يقول probability للاف. هاي عندي وين اور. هاي الطريقة الثانية تساوي probability المن اتش اتش زائد probability للاتش تي زائد probability للتي اتش. الاحتمالية هذا العنصر، الاحتمالية هذا العنصر، والاحتمالية هذا كلهم جمع يساوي probability للهدر هدر. هدر ايش قد؟ واحد. من اصل ايش قد؟ اربعة. اللي هي نفسها حسبتها وين هنا؟ طيب هذا رمز بي. يعني مو شرط انطيها رمز، اخليها باسمها نفسها. نقول واحد من اصل اربعة زائد احتمالية احصل هيدر تايل هي واحد
بنوصل أربع احتماليات sample space زائد ال probability اللي تايل هدر هي واحد بنوصل أربعة. اجمعهم ايش قيت؟ ثلاثة على هدر هدر؟ لا مو جد احسبها. احنا بالسؤال طالب من عندي طالب على الاقل اكو وجه واحد. نعم. على الاقل. يعني سواء حسبت هذا او حسبت هذا ما يصير تجمع نفسك. يعني تقول هذه ينطيني هدر، هذا ينطيني هدر، هذا ينطيني هدر، بس تشابه الرموز ما لا تخلوه يغير بالحل مالتكم. مو تقول انطاني هدر هدر معناته ربع زائد ربع، خطا. هدر هدر معناته هو جزء من السامبل سبيس، معناته واحد إله مو اكثر من واحد، لان اذا جمعت اكثر من واحد يطلعلكم واحد. يعني اذا قلتوا هنا اثنين على اربعة زائد ربع زائد ربع ايش قد انطاني؟ واحد ينطيني. وانا عندي رمز واحد ما موجود في الاصل اللي هو تاير تاير، معناته حلي خطأ. فانتوا هنا اذا تشابهت الرموز عادي، المهم عندي هدر واحد بغض النظر عن عددهم اذا مشابه. هذه طريقه او هذه طريقه، هذه اسهل لكم تحسبون عدد العناصر الموجوده بالنسبه للسامبل. راح ننتقل لمن؟ نقطه ثلاثه. مو لو لا صار من عندي at least two tail. قريب من عندي tail tail. وهذا المطلب؟ اكو بعد تيل تيل موجود؟ اخذ تيل هدر؟ لا. ليش؟ لان حدد لي التو. اذا ما حدد لي لا اخذ كل. شوف ايش يبي رمز تيل اخذ. زين. يا رمز جي probability للجي. نفسها اذا قلت probability لمن؟ للتيل تيل. نفسها ما حددت لكم الرموز بالايفنت، قلت تعتمد عليكم. يساوي. إذا أريد أسميه أول شيء بالايفنت. زميلكم يمشي بالخطوات أحسن. ايفنت يساوي اللي هي جي. تساوي نفتح قوس. تيل تيل. حتى ما تخربطون بي. جي هي تيل تيل المطلوب من عندي. إذا أريد أحسب الـ probability للجي تساوي كم عنصر هنا؟ واحد. من أصل إيش قلت؟ واحد على واضحة؟ زين. راح ننتقل لمن؟ المطلب الرابع. طالب فيه at least when heather and when taylor. حدد لي when heather when taylor. عندي H تساوي نفتح قوس اما تيل هدر او هدر تيل. عندي بعد اما تيل هدر او هدر تيل بالعكس، يعني واحد هدر وواحد تيل حسب ما حدد لي بالسؤال. البروبابيلتي لل H تساوي عدد عناصرها اثنين، عدد عناصر السامبل ايش قد يساوي؟ نص. اذا نرجع عليه هي بالاصل صح، هذا هي مسويه عندي كل واحد الى نص ربع بربع سمعني واضحه؟ زين. ناخذ ثلاثه توسينك؟ ناخذ
منو حل؟ بكم حل ولا لا؟ وياكم solution. أول شيء شو نسوي؟ نحدد experiment. اللي هي شنو؟ كوين. عدد التوسنج إيش قد؟ 3. أول شيء حدد experiment. بعدين حدد السامبل سبيس اس يساوي مفتاح قوس 3 تي بعد 3 اتش بعد 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 واحد اكو بعد؟ لا يلا تأكدوا منه. حالة الأولى حصل ثلاثة هذا. حالة ثانية حصل ثلاثة تيلا بالعكس. بعد ايش عندي؟ اما حصل تو هدا واحد تايلر. بعدين لانهم تايلر بالاخير هدا. اثنين تايلر بس بالنص هدا. هدا الاول بعدين ديني تايلر. هاي عكس هذي. مو تقولون نفسها. بالعكس. عندي اثنين هدا بالنص تايلر. هنا شو اخذنا؟ اثنين تايلر بالنص هدا. واحدة عكس الثانية تمشون بالرموز. والحالة الأخيرة حصل هدر هدر وآخر شيء ينطيه تايلر. كم واحدة؟ ثمان. زين إذا أريد أحسب برابع بلتي إذا واحد شاك بين خليفة تسوي له جدول يسوي إذا تفهم مع جدول سوي نقطة ثلاثة صحيحة ثمانية إيه؟ هم نجي للإيفنت. بالإيفنت راح يتغير السؤال. نقسم لي اياه. بالمطلب الأول for all events. فشجي إذا ما تردون نسوي له رموز. نقول مباشرة. probability لT T T تساوي. ممكن هيجي بدون ما نكتب المجموعة لو لا. بدون ما نكتب عناصر المجموعة بعدين نقول من إلى. مو هذا بعدين هذا اصلا كله ما تمشي من بي مباشره تنطون بروبابلت. شو نقول اي تساوي تي 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 فور اول ايفنت. فامشي الاحداث كلهم هذا وهذا وهذا الى ان يخلصت كل العناصر الموجوده بالمجموعه. البروبابلتي اوف اي تساوي واحد من أصل ثمانية. زين B تساوي probability لل B C تساوي probability لل C. تمشون بيها الآن تخلص كلها عناصر كلهم ثابتات واحد على ثمانية. البروبابيلتي ما تتغير. إذا جمعنا البروبابيلتي واحد على ثمانية زائد واحد على ثمانية زائد واحد على ثمانية إلى أن كم منهم طبعا ثمانية على ثمانية واحد. حققنا الشرط الأول. الشرط الثاني تكون أكبر من صفر. ما طلعت عندي وحدة صفر لأن أقل وحدة تطلع لي ثمن. وأصغر أو من أو تساوي لنا واحد طلعت لي تساوي واحد. حققنا الشرطين للبروبابيلتي. راح ننتقل للمطلب الثاني. At least two header. تحمت مجموعة x تساوي two header. وين موجود two header؟ ها؟
هذا وهذا وهذا بعدكو؟ وين؟ أول واحد. أول واحد. ست الناس تغوث من دون هذا. ذاك المثال ما صار. ذاك المثال كان عنده وين هذا؟ إذا تريد تو هذا. موجود. العنصر واحد من تو هذا. ذاك المثال طلاب. كانت المجموعة عندكم هدر هدر تايلر تايلر هدر تايلر وعندنا تايلر هدر، مو هذا السامبل سبيس؟ إذا عندي مطلبين هنا يختلفن، إذا قال at least when هدر، نفترض مجموعة أي تساوي هدر 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 تايلر وعدنا تايلر هذا زين. إذا قال at least to هذا مجموعة بي تساوي هذا هذا بعدكو ها؟ هذا السؤال اللي حليناه سابقا. إذا قال at least when هذا المجموعة راح تكون هيدر 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 تايلر تايلر هيدر. ذاك المثال اللي كانت تو توسين مرتين سويت الأرامي. أحصل على الأقل وجه واحد بهدر. فعندي احتمال يا أما هيدر 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 تايلر تايلر هيدر. زين إذا قال لي at least two هيدر. اثنيناتين يريد الهيدر. فعندي هيدر هيدر أكو بعد اثنيناتين يحمل هيدر هيدر؟ لا. فهذه الاحتمالية يعني probability للأي تساوي 3 على 4. زين الـ probability للبي 1 على 4 اختلفن من وحدة إلى واحدة. واضحة؟ هسا هذا السؤال بي هواي مطالي يعتمد على السامبل سبيس. إذا قال لكم at least أو at most 3 تايلر 3 هدر 1 تايلر 2 هدر أو بالعكس 2 تايلر 1 هدر على السامبل سبيس بدون تحددون مطالب بالسؤال مالتي. يعني يختلف. يعني ما ذكرت هنا مجرد ثلاث مطالب. النقطة الثانية at least two هدر راح نجني المجموعة. حددنا ان اللي قلنا هدر 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 او شنو؟ تيل هدر هدر او هيد. هذه؟ ليش؟ كل واحدة يشوف. أما ثلاثة هدر، واحد تايلر، اثنين هدر، اثنين هدر وبالنص يكون تايلر، بعد بعدكو؟ خلصت. الـ probability of X واحد اثنين ثلاثة أربعة على ثمانية. إيش قد تطلع؟ نص. لو تجون تحسبون ذني أربع عناصر نص المجموعة اللي هي من أصل ثمانية. بوينت خمسة. واضحة؟ زين. عندي المطلب الأخير. مين يقول؟ خليني أشوف. نفترض مجموعة واي تساوي. إيش طالب من عندي؟ وين تايلر. ها اول شيء هذا 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 ما اخذه. فعندي اما ثلاثة تايلر او تايلر هيدر هيدر
أو يلا رجعوا للموز. تيرا تيرا كذا. إيه. صوت أعلى. بعد واحد. تي اتش تي. انت اتهمتني يمكن غيرك ما عرف من شلون دام. بس لك يعني ما بدي ها؟ العام. ايه؟ يعني اللي عدد بوجه واحد لكل اختيار ها؟ مثلا بي تايلر واحد. اجي اخذ التايلر واحد بس. كم فلوسك عندك؟ لا ستة انا فهمت. اكو كان كلمة بالاخير يحدد لي لو اونلي لو سكيورتي. عافية. كان يحدد لي. حدد لك بالسؤال كلمة. هسا هذا نفسيته. ات ليست تو هيدر اونلي. نفسيته هذه اضيف لها اونلي. تاخذ بس هاي الموجودة ويا اثنين يعني من ثلاثة ما تاخذ. كلمة واحدة تغير لكم بالسؤال. فهمتوا تقولي. والبروبابيلتي هو بيها حكي زين البروبابيلتي للواي تساوي 7/8 خلصت عندكم هوم وورك فاين الهوم وورك هذا ما موجود بالملزمه مشكله كتبوه فاين ذا بروبابيلتي فور